بلوم الشركه، تمام؟ بقول لك ليش؟ لانه ادم اخذ حسابات خرا الداخل عليك شركة وكل يا رجل، حساباتهم. خرا لا عليك لا شركة يا وراح رجل، تشوفها تحكي لي على قرينا شركة، على شركة قرينا حساباتهم موجوده. تفكر كم؟ وصلنا لاعلى المستويات، اطراد اسمك للمامات، اطراد اسمك للمامات، فتحنا 3 قنوات مشينا في طريقنا، وصلنا لاعلى المستويات، مين جابه مثلنا؟ ابو عبود هون اعطيني رقمه، هذا رقمه بعدين، اذا ما مشي معهم هذا العلاج بعطيكم ارقامهم بعدين. هذا الجزء الثاني، الجزء الثاني الجزء انتظروا. الثاني لسه انا في عندي مراحل من العلاج، كيف لما تروح عند دكتور نفسي بيسوي لك جلسات، يعني ما يعالجك في نفس اليوم، بيسوي لك جلسات، فانا هيك قاعد بعمل لهم مراحل من العلاج. هذا العلاج الاول يا شباب. علي امسح بالله من الاصدقاء. يلا يا شباب، سكرين شوت سكرين شوت للاسماء الخمسه، الكلاب هذول، الدوبرمان والبيتبول ماشي هذول. كل يوم الصبح يا شباب ستوري لمدة 3 أيام، بعدين يا شباب بنشوف الجلسة هذه كيف، بعد الجلسة بنشوف وضعهم. يلا سب، تحمل السب يا وسخ، أنا ما أرد عليك لأني أنا ما عندي الأسلوب الوسخ زيك، أنا أعرف أرد فقط في الواقع، ما أعرف أرد من ورا شاشة، ولكن من ورا شاشة أبعث لك متابعين يردوا عليك. الو عليا، ايوه الله دراوي، مالهم اولاد العاهره؟ اه ايش بيهم اولاد العاهره؟ بيدوروا على زباين لاخواتهم. يعني امبارح جبت لهم 10، ما هذول ماكينات، ماكينات والله مش ملحقات معلم، بيقولوا لك واحد منهم عنده 3 اخوات، الثلاث امبارح ما لحق زباين، كل واحد كل واحده اخذت 10. اخ على اولاد العاهره. هدول دراوي، كل واحد بدهم 100، مو 10، 10 ما بكفيهم، عرفت شلون؟ بيستحمل 10 بدهم 100 ما يستحملوا، عرفت شلون؟ دفعة واحدة هيك. والله بقول لك قصة حلوة كثير. الأفضل ثم الأفضل. يعني هسه هم بفضلوني أنا وعلي ننام مع خواتهم أكثر من الناس الباقي، عرفت؟ بس علي ما نعض الشيء، الزلمة ما بيحب هاي الشغلات، تمام؟ عشان هيك هم معصبين، عرفت؟ ضايقين. يلا شباب، سلمت بنام، دخلت على حسابه بنام هذا يا جاكور. لازم نبعت على الانستغرام. عم يضايقوني بالستوري، كيف عم يسبوهم يعني؟ اقسم بالله يسوى 40 ستوري يا أخو، والله لسه ما صار شيء. لسه شباب، كل يوم الصبح راح تشوف ستوريات مثل هذه لمدة 3 أيام، كل يوم راح تشوف. دخل معك يعني بالشو اسمه، بالسكواد؟ دخل بالسكواد، دخل والله، اسمع دخل علي عم يحكي معه كل احترامه هيك، راح شو صار يسوي، يهدد طفل صغير يا يعني. صار يهدد طفل صغير فايز معنا في الروم، يقول له راح اسرق لك حسابك وما بعرف شو، طفل صغير قاعد يهدد فيه، طفل صغير. والله يا علي صراحه، بس اقول لك قصه علي صراحه، انا ما بلومهم، هم بتعرف مين بلوم؟ مين بلوم؟ الشركه، تمام؟ بقول لك ليش؟ لانه ادم اخذ خرا عليك شركه يا رجل، خرا عليك شركه يا رجل، تحكي لي على شركه، شركه قرينا تفكر، قاعده تفكر كيف تربح، بس كيف تطلع فلوس يا اخي، لا مفكره في الاكر. هادو شويه فروخ يا رجل، شويه فروخ من طيور الجنه، عاملين لحالهم على اساس قيمه، وعاملين لحالهم هيبه باللعبه، والله العظيم. بقولوا لك فائل شو اسمه، واحد منهم قاعد بكلان الشركه، حاط حساب له وقال بكلان الشركه، شو هالاستخراء هذا؟ الشركه طويله عريضه عاملين فيها وما بعرف والله. شو. اخ بس مثل ما قلت لك، هذا الحل تبعهم، هم بدوروا اخته زعلانه اللي المجتمع بترد عليه على الواتساب، اذا بترد على اخته على الواتساب بيمشي الحال، بس انت عاملها بلوك. اي والله صحيح، ليش هيك يعني؟ والله حرام عليك. طيب يعني ما انا بحب اعذب قلوب الفتيات الجميلات. يلا شباب، نرجع نسوي روم سنايبر مره ثانيه. بدها ولا كانه في اخو عايبه حكى فيه طنش.